جناح غاليين بزاف اخي 28 درهم. ها انت دابا شتيها اكزومبل قدامك السيد قلت لي جناوح 28 درهم ما بغاهمش. زياده صاروخيه يعني 25 درهم راه شغياكم مسكين. وحنا ما قديناش على لا اللحم زاد ولا الدجاج. اخويا ما ناكلوش كاع. جيت نسول على الجناوح. جناوح غاليين بزاف اخي 28 درهم كنا تناخذهم ب 20 درهم قياس ديال دابا واحد بوحدو رابعه كافيه بدا 5 دراهم اما دابا 28 فيها نديرو بناقص من الدجاج وناقص من الجناوح ناكلو غير الخضر الضياف ما تقدرش تعشيهم ولا تغديهم صعيب عليك تولي ما خدامش بحال دابا انا ميتات مات ليا المراه انا تندير طاجين بوحدي فيه جوج جناوح ولا ثلاثه تيكفيوني تنقدر نتعشى منه ونتغدى منه ودا مي ولا بعد التمر ما نقدروش ناكلو لا دجاج لا حوت لا حتى شي حاجه تاع اللحم الحمول هنا حتى نشوفو عند الجزار والله يا ولدي نشوفو بعينو ما بقيت الا ناكلو والو لا حول. واش غنقول السلام عليكم اخويا اش غنقول لك اخويا انا كنتفاجئ على اثمنه ديال الدواجن زادت واحد زياده صاروخيه يعني 25 درهم راه شغياكم مسكين شغي باش يعيش يلا ما عندناش باش هادو القدر باش نشدو شحال يبقى لنا باش نديرو الخضره ما باش تخلط هاد الدجاج باش غديرو يلا باش غتكمل ما عندك باش تكمل يلا والله ما هذا منكر اجو عندي غير الضياف ولا اش غنحط لهم الدجاج ولا نحط لهم القصري خاويه ولا شنو باش غنخطر باش الخضره تاعي طالعه والعواشر هادي و اش نقول لك والله كاين وصافي لو خدت الحق هادشي هذا اللي دايرين هادشي وبغيت لهم الحق بغيت لهم الحق الله يديهم وصافي اش غنقول لك اخويا هذا راه ما بقاش دجاج هذا راه ولا طوس ماشي دجاج هذا راه طوس هذا وحنا ما قديناش على لا اللحم زاد ولا الدجاج اخويا ما ناكلوش كاع ما بغينا لا دجاج لا لحم والحوت 27 درهم الدجاج وصل تقريبا عفوا 37 درهم الدجاج جاب وصل تقريبا 27 ولا 30 درهم مش هاد المصيبه واش هذا خلوش ما بقاش عيق اش انا غنقولها لك كمواطن مغربي حر واب لاسره متواضعه واجمع راسك معانا راه عيقتي راك عطيتينا وعود وما وفيتيش بها عطيتي للناس وعود وتكرفستي عليها اسيدي استقل استقل من هاد الحكومه لانك لست صالحا للحكم انت لست رجل سياسه انت رجل بيزنس مان وعيق عباد الله عيق والسلام عليكم ورحمه الله هذا غير تسبب بزاف الانهيار بزاف ما كاين لا بيع لا شراء ما كاين والو بزاف قاشي غير شويه كل شيء دابا الناس ما تيشريوش ما قدوش والناس ما كيبيعوش اللي تيبيع راه ما تيبيعش حيت هذا الشيء راه ثمن مفرط فهاد القياس هاد القياس راه المناسبة هاد رمضان وهاد العيد والعيد الجاي يعني غيدوزوها أكفاس عيود وأكفاس رمضان دوزوه المغاربة غيعاودو يدوزوه أكفاس يعني السبب ديالو الغلا بزاف غلا فهاد القياس فهاد القياس يعني الثمن دوبل أسباب دابا راه كيقول لك قليل هو راه قليل شي شوية فهاد حاليا فهاد الساعة قليل قليل الدجاج شي شوية ولكن واخا قليل يعني الثمن فهاد القياس على القليل فات على هذا القليل فات القياس نقولوا قليل حتى الحد راه فات الثمن راه مفرط الثمن راه بزاف يعني وصل حتى 26 درهم ليله العيد 26 درهم قبل العيد بيومين 25 درهم دابا 2 كيلو بيله كتقام 52 درهم 52 درهم 2 كيلو اش فيها اللي باغي جوج اللي باغي ثلاثه الدجاج راه يعني غلاو بزاف هو اللي كان المسكين تيقضي به الغرض راه ما حكموش دابا المسكين راه كلشي غلا الزبان هذا تيشوف يخمم تاع عيا الا كان غيدي اربعه الطيور ولا خمسه كيدي واحد صافي تيمشي هذا اللي باغي اربعه خمسه تيدي واحد صافي الا كثر جوج وهذاك اللي باغي واحد راه كيسمح فيه تيدير بالناقص تيمشي حيت ما قدرش يعني ماشي تيدير الحساب غير الدجاج راه عنده الخضره عنده التقضيه كيدير بالحساب الدجاج تيسمح فيه بالزمن وحنا يعني هذا الشيء جاب لينا اللازمه مابقاش ذاك البيع اللي كان بزاف فاقص الدرجه ولا البيع ناقص يعني واحد الميزيريه يعني اقصى ميزيريه بزاف يعني البيع راه ما كاينش حيت الثمن بزاف الثمن بزاف يعني الحكومه هنا فين خصها تدخل هنا فين خصها توقف
وما الحكومه ما دخلاتش لا في هذه لهذه. دابا الا هضرتي معهم تيقول لك هو العلف غالي، ولكن نهايه الثمن كنهضروا عليه حاليا راه بزاف على القليل، وبزاف على الماكله، وبزاف على كل شيء. يعني في هذا القياس الثمن مفرط. ما يبقاش ناقص، راه كاين دجاج ماشي ما كاينش، كاين حيت الناس تهرسوا، الناس هرسوهم هما نيت اللي هرسوهم بزاف. ها الضرايب، ها المصاريف، ها المرتي مرضوا اليوم تيمرض لهم الدجاج، تيديروا فاياش كيديروا، كيمشيو للحبس ولا يجلسوا ولا يهربوا ولا هذا الشيء اللي كاين. عامرين الشكات حيت ما كاينش الدوله ما تتعاونش، هذا هو السبب. الدوله ديما مؤخرة التسعة دائما. سمعت الفلاح الصغار يعني التهرس ما بقاش كيعمروا، راه هما اللي هضرت لك عليهم، هما كان كاين اللي مشى للحبس على بالشكات، كاين اللي دار نيت فاي وجلس ما بقاش خدام، ما قدرش مازال يعمر صافي. والرساله كنتمناو هاد الحكومه تفهم شويه، تراجع شويه جهه المسكين، وهذا الشيء بزاف، هذا الشيء راه بزاف بزاف بزاف. هذا الشيء تراجعوا اسرع وقت، دخل الحكومه اسرع وقت، الا كانت حكومه يعني تدخل جهه المسكين بزاف، راه المسكين مقهور. مسكين راه قلت كما قلت لك قبيله نعاودها، راه اكفاس رمضان دوزوه المغاربه، واكفاس عيد، واكفاس عيد الجاي ثاني، يعني بهاد الغلوات وهذا الشيء. يعني حيت الحكومه ما تدخلش بحال هاد الحوايج باش المسكين يحس بالحكومه راه كاينه، راه محاميه والو ما كاينش، يتقاتل ولا يموت ولا ياكل ولا يشرب ولا ما ياكلش كاع. اخاي تيجيهم الدجاج غالي بزاف، الدجاج داير 22 درهم والناس قليل اللي كيشريوه. ها انت دابا شتيها اكزومبل قدامك السيد، قلت لي جناوح 28 درهم ما بغاهمش، الجناوح دايرين 25 درهم جمله. شحال المولف كياخذهم؟ المولف كياخذهم ب 20 درهم. تيجيو ديما. كاين اللي ما بقاش كياخذ كاع. كاين الناس. فالراجل ما بقاش كيدير الدجاج. فالراجل ولا دابا ب 60 درهم 50 درهم.